بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مجددا معنا في دروسنا وفق سلسلة التعلم عن بعد. نلتقي اليوم بمشيئة الله مع إجابة تدريبات حمامة القصر. كنا على مدار درسين سابقين تحدثنا عن القصيدة وقسمناها إلى قسمين، واليوم بمشيئة الله سوف نجيب معا على أسئلة تدريبات حمامة القسطن. أحضروا معي الكتب وكونوا جاهزين معي للإجابة معي إن شاء الله على الكتابة، سواء في دفتر الصف أو مع الكتب إن شاء الله. نذهب أبنائي وبناتي إلى أسئلة الفهم والتحليل واللغة. السؤال الأول: نصف الحمامة كما بدت في البيت الثاني. اذهب معي الآن إلى البيت الثاني من القصيدة وانظر بما وصف الشاعر الحمامة: سترى بيضاء لا أحلى ولا أجمل. هذه الإجابة أخذناها من البيت الثاني. ما الذي جعل الشاعر يسأل عن حال الحمامة عندما وجدها؟ ما الذي دعاه أن يسأل؟ بالطبع ستقولون لي: لأنه وجدها حزينة تبكي على غصن زيتونة. فعندما وجدها حزينة اضطر أن يسأل. أحسنتم. السؤال الثالث يقول: من الذين بكتهم الحمامة كما نفهم من البيت السابع؟ بالطبع ستقول: تبكي أهل قريتها مدينة القسطر. تبكي أهل قريتها الذين كانوا فيها وهجروا منها قصرا. أحسنتم أبنائي وبناتي. السؤال من الرابع إلى السادس يقول السؤال الرابع: العلاقة وطيدة أي قوية بين الفلسطيني وأرضه. نوضح ذلك من خلال الأبيات من السابع إلى التاسع. اذهب إلى الكتاب وانظر إلى الأبيات من السابع إلى التاسع وأجب معي على هذا السؤال: كيف تكون العلاقة قوية ووطيدة بين الفلسطينيين؟ أسمع طالبة متميزة تقول: اقرأ معي. الفلسطيني مرتبط بأرضه التي يزرعها ويغفر فيها حبوب القمح ويحصدها بالمنجل وقت الحصاد، وأيضا هو الذي يدافع عنها من المعتدين كما حدث في معركة القسطن. هذه الدلالة على أنه مرتبط بأرضه في السلم والحرب. في السلم يزرعها ويبذر فيها الحب، وفي الحرب وأثناء الاحتلال يدافع عنه. أما السؤال الخامس فيقول: تبدو الحمامة مصرة على تحدي الغاصبين. نكتب البيت الدال على هذا المعنى. برأيك عزيز الطالب وعزيزتي الطالبات، ما البيت الذي يؤكد هذا المعنى في الدلالة؟ أسمع طالبا يقول: نعم، فقالت إنني فيها وعنها لا ولن أرحل. هذا البيت يؤكد إصرار الحمام على البقاء في أرضها وعدم الرحيل. في قول الشاعر: لماذا الدمع كالجدول؟ تشبيه للدمع بجدول الماء. نأتي من النص بتشبيه موازن أي نحاكي. ستذهب معي إلى القصيدة ستجد أنه: فمني الصدر كالمرجل. تشبيه يحاكي هذا التشبيه، فالشاعر أتى بهذا وطلب منا أن نأتي من النص: فمني الصدر كالمرجل. أحسنتم أبنائي وبناتي. السؤال السابع: نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيح. الحمامة في النص رمز للفلسطيني، يا ترى الذي يطلب العلم؟ أم المتمسك بأرضه؟ أم السعي إلى الهجرة من وطنه؟ أم الخاضع للمحتل أي الذليل؟ قل يا ميار، أسمعك تقول هنا: المتمسك بأرضه. أحسنت. فالحمامة هنا ترمز للفلسطيني المتمسك بأرضه. الشعور الذي انتاب الحمامة كما نفهم من قول الشاعر: فمني الصدر كالمرجل، عندما يغلي صدرها كالقدر الذي يغلي. فيا ترى ما الشعور هنا الذي انتاب؟ هل هو الحب أم الغضب أم الشوق أم الفرح؟ أسمع يمان الدسوقي يقول إنه الغضب من فعل المحتل.
أنا هو الشعور الذي أنتاب الحمام. السؤال الثامن، نستخرج من البيت الثاني كلمتين مترادفتين. قلنا هناك الكلمة معناها بينهما ترادف، والكلمة وعكسها بينهما تضاد. يا ترى هنا الترادف أحلى وأجمل في البيت الثاني، كلمة أحلى وأجمل، أما التضاد في البيت الثالث ففي بذروا وحصدوا، فبذروا الحب ثم الحصاد، هنا يأتي التضاد أبنائي وبناتي. بهذا نصل إلى ختام إجابة تدريبات الدرس لهذا اليوم، مع أرق تحياتي لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.